السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي أخواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت باش نهضر معكم في واحد الموضوع اللي مخربق مرون معنكش بزاف، فيه بزاف ديال الهضره والتنكيش، اللي هو الموضوع ديال الأسواق الشبكية أو النتورك ماركتينغ، البيع المباشر أو ما يسمى بالماركتينغ لوغيزو. بعد ما قلبت مزيان وفكرت وبحثت وزدت قلبت وغرقت يعني في البحث ديالي، جيت باش ندير واحد المجموعة من الحلقات باش نناقشوا هذا الموضوع هذا اللي رجع كل شيء كيدوي عليه، كل شيء كيعبر على رأيه عليه. جيت باش نهضروا عليه بكل حيادية والدلائل، وباش نوضحوا عن طريق مجموعة من الفيديوهات هذا المجال شنو هو وشنو هو العمل ديالو، واش فعلا هو فرصة العمر اللي ما خصش الواحد يضيعها، او لا، أو ما هو الا مجال ديال النصب واحتيال اللي كيديو الناس فيهم فلوس. اول حاجة نقدم لكم راسي، بعدا معكم عبد الاله اللي هو اطار مالي كادر فينونسي في شركة كبيرة في المغرب، وفي نفس الوقت هو نتوركر او لا مسوق شبكي. ممكن تقولوا لي علاش يعني اطار مالي خدم مزيان خلص مزيان وتكون في الوقت خدم في الدومين هذا اللي ربما عليه بعض الافكار السلبيه او لا مجموعه ديال يعني ديال سوء الفهم اللي كاين عليه؟ غادي نقول لكم اول حاجه يعني قبل ما نجاوب على انني خدام في هذا المجال في نفس الوقت، اول حاجه انني كنخاطب المستبدعين اللي باغيين يديروا شي حاجه في حياتهم. الواحد كيفكر يدير شي حاجه في حياته، كيف كسوا يكون كيقرا ولا خدام ولا جالس ولا اي حاجه، هو باغي يدير شي حاجه في حياته. نهضرش مع صحاب اللي جالس في القهوه النهار كامل يخسر كونسوماسيون القهوه ب 10 دراهم على دماغ اللي ما كاين حتى شي فكره ساويه درهم. دونك هاد الناس هادو الا دخلوا بالفيديو غير بلا ما يكملوا غير يخرجوا منه، ما كنتواصلش معاهم. دونك كما قلت علاش انا يعني واحد الاطار مالي وفي نفس الوقت خدام في المجال ديال نيتورك ماركتينغ، اول حاجه كما تعرفوا ان الوقت صعب، ما بقاتش كما كانت. انتما كتشوفوا كل شيء غلا، راه غير الزيت، الدقيق، المازوت، اي حاجه فين ما حتى يديك كل شيء غلا، يعني اوتوماتيكمون الثمن زاد، السالير ديالك ما زادش، يعني راه بحال نقص الفلوس يعني، ولا خاص واحد المدخول اضافي رجعت شي حاجه اللي ضروريه جدا، يعني مدخول واحد راه ما كافي. كذلك مثلا كاينين امهات اللي حتى هما كتلقاهم خدامين الله يحسن العوال، المراه والراجل خدام يلا باش كيتكافاو مع الوقت، يلا كيجيبوا التعادل كي كنقولوا. كتلقى الام فاش كيتزاد ليها وليد ولا بنيتها كيضرها خاطرها بزاف، كتحس براسها بلي راه مقصره من جهه وليداتها بانها كتمشي تخدم وكتعذب، وما كرهاتش هي تكون جالسه في الدار ولكن يكون عندها واحد المدخول كذلك، ماشي غير تجلس ولكن يعني تخدم من الدار ديالها. يعني داك لو سالير كما بغيتي تكون يعني اجير او موظف الدوله بوحدو راه ما كافي في هذا الوقت. او دابا الدخول المدرسي وحنا كنعرفوا غير المدرسه، دابا نسولوا الاباء اللي كيقريو ولادهم يعطيوكم الاخبار بالاخص في البريفي شنو كاين. زيد عليها كذلك انه من الصغار ديالي وعندي واحد الحلم، يعني واحد الرؤيه انني نكون واحد النهار مقاول، يكون عندي مشروع ديالي خاص ما كيتحكم فيه حتى شي حد، كندخل ليه فوق بغيت ونخرج منه فوق بغيت، وعندي الحريه يعني زيد على ذلك انني ممكن المشروع ديالي يكبر ونمشي نريح وبقى يدخل ليا فلوس او مصادر كذلك زايد. عاد زيد عليها حاليا اننا عايشين يعني في الحقبه ديال الانترنت. الانترنت كما كنعرفوا بان في لي زاني 2000 ولكن دار بوم يعني ابارتير من لي زاني 2000، هو بان قبل وبدينا كنعرفوا في المغرب داك 2004 2005 وحنا طالعين. يعني في الا جينا في البدايه ديال الالفينات وتهضر لشي واحد تقول ليه مشروع في الانترنت يضحك عليك، عباره من الغباء التام انه ما يكونش عندك مشروع في الانترنت. اذا باش يكون عندنا واحد المدخول اضافي باش يعني نواجهوا الصعاب والغلاء ديال المعيشه والتحديات اللي كنطرحوا بيناتنا. شحال من واحد كتلقى 30 عام وخدام كيشدو واحد السالير اللي مسور به وصافي، كي كنقولوا عايش ماشي كيدير به داكشي اللي بغاه والاحلام ديالو، ونهار اللي يستر كيمرض ليه شي وليد ولا بنيته ولا هو ولا الزوجه ديالو شي مرضه خايبه، كيلقى راسو ما عندوش 4 ريال باش يداويهم. كما كنعرفوا حنا في البلاد ديالنا السعيده راه باش الدواء راه ما كاينش، خص يكون عندك فلوس. اذا على داك الشيء فكرت انني نهضر على هذا الموضوع ديال نيتورك ماركتينغ اللي مظلوم بزاف. علاش فكرت انني نهضر عليه في مجموعه من الحلقات؟ باش نعطيو كل حاجه حقها ونفهمو مزيان، حيت كاين بزاف الافكار المسبقه، بزاف الافكار السلبيه، بزاف ديال سوء الفهم، بزاف ديال الفوضى. دخلتي اليوتيوب وقلبتي غيطلع لك العجب، اللي كيقول نصب، اللي كيقول احتيال، اللي كيقول الثراء السريع، اللي كيقولوا لي مليونير،
كل واحد اش كيقول، وحتى واحد ما كيعطي ادله قاطعه، الواحد غير كيهضر وصافي. زيد عليه حتى دوك لي زانفلونسور اللي كنشوفوهم المؤثرين ديال اليوتيوب وانستغرام واللعيبات، حتى هما جاو كيهضروا كيديو على الدومين، ودوماج زاكلين وما فاهمينش مزيان، ما كيفرقوش ما بين البيع المباشر او التسويق الشبكي والمخطط الهرمي. لذلك انني قررت انني ندير كما قلت بعد تفكير عميق، انني ندير واحد المجموعه من الفيديوهات اللي غادي نناقش فيها مجموعه من الافكار اللي من بينها غنشوفوا كيفاش، شنو هو البيع المباشر او التسويق الشبكي، كيفاش بدا، كيفاش انه ولا معروف، كيفاش ان عليه هذه السلبيه هذه، وفاش كاين غير في المغرب وكاين في العالم كامل، من الاصل ديالو، وعلاش الشركات كيتجهوا لهذا البيع المباشر. كذلك غندير واحد الفيديو اللي غنشوفوا فيه علاش كاين سوء الفهم ديال البيع المباشر كفرصه او كمشروع، علاش بزاف الناس كيقول لك نصب، احتيال، خدعه، نصبوا عليا، داروا ليا، فعلوا ليا، علاش هذا الشيء كامل غنشوفوه بالديتاي وبالادله. كذلك غنشوفوا في فيديو اخر الاراء ديال بعض المؤثرين والاعلام، علاش هاد المؤثرين كيدويو عليه خايب، يعني في غالب الاحيان قليل اللي كيهضر عليه مزيان، وعلاش الاعلام حتى هو في الغالب كيدوي عليه بطريقه خايبه. غنشوفوا حاجه بحاجه، وكي كنقولوا كل حاجه بعقلها، ماشي غداوي خاوي قال لي سخن عليه الراس يدير فيديو يدوي وصافي. كذلك غادي نشوفوا الفرق، هنا واحد النقطه جوهريه، شنو هو الفرق الكبير اللي كاين بين التسويق الشبكي والمخطط الهرمي. المخطط الهرمي او ما يسمى ببونزي، راه كاين فرق كبير بيناتهم. المخطط الهرمي راه نصب واحتيال، غير هرب هذاك ومنع، ولكن البيع المباشر التسويق الشبكي فراه صناعه قائمه بذاتها، شي حاجه ديال الخدمه، شي حاجه ديال التماره، ماشي ديال الثراء السريع. راه اي واحد جا قال لك الثراء السريع هذاك راه نصب هرب، اي حاجه ما فيهاش تماره ما دمرتيش فيها راه ما غتوصلكش، ضروري التماره والدمر وتطيح وتوقف وتطيح وتوقف عاد باش كتوصل. وغنشوفو كذلك في واحد الفيديو اخر كي كنقولوا ما يعاب على بعض المسوقين الشبكيين، بزاف ديال لي نيتوركر هما اللي كيأذيو المجال، هما اللي كيشوهوه، اللي كيضروا ليه السمعه ديالو. لكن ما كنشوفو حتى في الدين ديالنا بزاف المسلمين كيسيئوا للاسلام، يعني هما براسهم كيضروا، يعني ماشي عندهم داك الصوره ديال المسلم كيفاش خاصو يكون. وفي الاخير غنشوفو كيفاش تختار الشريك المناسب باش تخدم معاه. عجبك المجال مول ما تفرجش في لي فيديو كاملين فهمتيهم، بغيتي تبدا في المجال ديال البيع المباشر، انا غادي نبين لك الايجابيات والتحديات اللي كاينين في المجال. كي كنقولوا ماشي وراني الربيع وما ورانيش الحافه، غنوريك الربيع ونوريك الحافه. فاش الى عجبك الحال وبغيتي تبدا، كيفاش غتختار هاد الشركه اللي تخدم معاها، شنو هما المعايير اللي تعتمد عليهم. انا ما عنديش الاشهار الشركه اللي خدام فيها، ولكن اللي بغى من بعده عجبو الفيديوهات وبغى يعرف وكان انتريسي راسلني في الخاص، وداك الساعه ممكن تواصل معاه. نتمنى نكون ما طولتش عليكم، والسلام عليكم في الحلقات القادمه ان شاء الله. عندكم اي سؤال او اي حاجه بغيتوني ندوي عليها ولا نشرحها لكم، ديروها ليا في كومونتير، وما تنساوش الجيم وبارطاجي باش يوصل لاكبر عدد من الناس. والسلام عليكم.